مدينة الخرج اتجهنا جنوبا وقطعنا من طريقها حوالي 30 كيلومتر لنصل إلى مدينة الدلم عاصمة منطقة الخرج القديمة والتي تبعد عن العاصمة الرياض بحوالي 100 كيلومتر. للوهلة الأولى لزيارتك لهذه المدينة تشعر بالنماء ينبعث بين كل ربوعها في الحقول الجديدة المترامية الأرجاء، في المياه المتدفقة تنشر الخضرة والنبت الجديد. في البراعم المتطلعة نحو مستقبل سعيد. في الشباب الآخذ بفرص التعليم التي أتيحت له على اختلاف مراحله. ونلبي هذه الدعوة وسط حقول الدلم لنتعرف على هذه المنطقة التي شدت حواسنا وعواطفنا نحوها. الدلم تاريخية كما يقول، أو كما أقدم لكم بيتا من الشعر يقوله الشاعر الجاهلي عنتر بن شداد: شربت ماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلمي. الدحرضين هما حرض والوسيع الموجودة في شرق منطقة الخرج، والديلم هي الدلم حالياً. وكما نعرف أن الدلم جزء لا يتجزأ من منطقة الخرج، فالخرج منطقة واسعة تشتمل على عدة مدن، منها السيح ومنها الدلم والهياثم والسلمية واليمامة إلى آخره. فالمنطقة منطقة واسعة وشاسعة، منطقة الخرج، وسميت الخرج لخروج الأوديه إليها. وكما يقول الشاعر الموي جرير: يا حبذ الخرج بين الدام فالأدم، فالرمث من برقة الروحان فالغرف. فالشاعر الموي حدد المنطقة تحديدا جغرافيا من جهات الأربع، ولا زالت هذه الحدود الأربعة باقية إلى حتى الآن. بيقول: يا حبذ الخرج بين الدام، الدام هو المنطقة الواقعة قرب العيون الخرج الحالية، فالأدمي هو جبال طويق الواقعة في غرب منطقة الدلم، وفالرمث من برقة الروحان، برقة معروفة إلى حد الآن، ويعرف أن فيها آثار كما يحكيه لنا الآباء والأجداد، أن فيها آثار وبيوت قديمة طينية الآن تكاد تنطمر تحت الرمال. من برقة الروحان فالغرف، الغرف هي ما يسمى بالغريفة، داخلة في ملك سمو الأمير عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن المرحوم، والآن يمد منها مشروع كبير، مشروع مياه الخرج للشرب منها، فهذه تسمى الغرف والغريفة. فلذلك حدد الشاعر الموي الجاهلي الموي المنطقة تحديدا جغرافيا في حدود الأربعة: يا حبذا الخرج بين الدام فالأدمى، فالرمث من برقة الروحان فالغرف. هذه تحديد الأربعة. ومدينة الدلم مدينة قديمة كانت محصنة بالأسوار العالية المحيطة بالبلدة لحمايتها من الغارات والفتن المتعددة التي كانت تتعرض لها في العصور السابقة، ونرى بقايا سورها الذي أزيل في بداية العصر السعودي. وهذه هي مساكن وآبار بلدة الدلم القديمة بعد أن هجرها أهلها إلى المخططات الجديدة، وتتم الآن إزالة بلدة الدلم القديمة ويعاد تخطيطها في نفس مكانها لتتبوأ المدينة مكانة متقدمة
مع بقية مدن المملكة. ولنأخذ طريقنا إلى بلدة الخفس التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من الدلم. تشتهر هذه البلدة بالعيون الوافرة المياه الصالحة للزراعة، وهذه المنطقة كانت عامرة بالزراعة الجيدة والسكان المحبين للزراعة، وكان إنتاجها الزراعي يمد منطقة الخرج والرياض والمنطقة الشرقية بكل احتياجاتها من المنتجات الزراعية. ثم جاءت عليها فترة جمود انعدمت فيها الحركة والإنتاج، والآن يجري إحياؤها مرة أخرى بالأساليب الزراعية الحديثة. ومساحة منطقة الدلم تقدر بحوالي 1600 كيلو متر مربع، وأغلب هذه المساحة صالحة للزراعة، تمتاز تربتها بالخصوبة والمياه المتوفرة الصالحة للزراعة، وذلك لكثرة الأودية المنحدرة إلى أراضي الدلم. ويعتمد النشاط السكاني بصورة كبيرة على الزراعة وتربية الأغنام والإبل. وفي مجال الزراعة هناك عودة من الأهالي إلى الأرض بعد أن وفرت لهم الدولة كل وسائل التعاون والمعاونة بمنح الأراضي وإقراض القروض الزراعية وشراء المحصول بأثمان مجزية. فترى الآن المشروعات الزراعية الكبيرة وهي تمد الخضرة والنماء والخير على مساحات شاسعة من الأراضي التي قطعت من الصحراء القاحلة، واستخدمت في ذلك الأساليب الزراعية الحديثة والمكننة الزراعية. عندنا ان شاء الله اللي يرضيك ويرضي الحضور ويرضي المشاهدين. مضارب البادية السبت 7:30 مساء على ذكريات. نتحدث عن طبيعة المرض، طبيعة المريض، المرحلة التي وصل إليها. السن حسب الجنس، طبيعة العمل والحياة إلى آخره. ده أسلوب الحياة السليم اللي يخفف كثير من مشاكل الحياة. الطب والحياة الثلاثاء 7:30 مساء على ذكريات.
بعدما فقد والديه. كيف ترعرع مع إخوته الذئاب؟ ما الأمر يا أمي؟ لحظات مشوقة وخطيرة. إنهم يقتلون بعدهم لغاية القتل فقط. هكذا هم البشر. فهل سينجو ماوكلي من مخاطر الغابة؟ البشر ليسوا جميعا أشرارا. أبعد للغابة. ماوكلي فتى الأدغال يوميا الرابعة مساء على ذكريات. بونسوار يا أستاذ. يلزم خدمة؟ نبتدي مع سيادتك الرحلة. يناموا كل البيت وأنا أتسلل إلى الخارج وإذا بأخويا فضل متربص لي. وإلهما موسيقار الأجيال صابي بيغني صوته جميل. ما عرفتش بقى أنه عبد الوهاب إلا بعدين. محمد عبد الوهاب ألحان وأغاني أثرت العالم العربي. فضلت أجري 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 لغاية لقيت نفسي إني أنا راجل إيه مواد مجنون. يا صلاة فن لا ينسى. يا صلاة الزيت على الكمرى يا صلاة. النهر الخالد الأحد 11 مساء على ذكريات. هنا يتم استخدام أحدث آلات الري بالرش، وتمتد الرشة بطول 480 متر مركبة على عجلات تدار أوتوماتيكياً في دائرة قطرها 960 متراً، وذلك للاقتصاد في الماء والتوزيع الجيد الذي يتناسب مع حرارة الجو وامتداد المساحات الزراعية. هذه هي مدينة الدلم بسكانها البالغ عددهم 35,000 نسمة، ومع كل يوم يزداد النمو السكاني والاستقرار بالمنطقة وعودة المواطنين الخارجين منها نظراً لتوفر وسائل الراحة وفرص العمل والاستقرار المعيشي ووجود الدوائر الحكومية وأجهزة الخدمات والمرافق. وفي مجال البناء والتعمير فالمدينة مقبلة على نهضة معمارية حديثة برزت ملامحها في الأحياء والمخططات الجديدة التي ظهرت خارج المدينة القديمة بأنماطها المتطورة. ومع النغمة والكلمة والدقة يحلو لنا أن نقضي بعض الوقت مع فنون الدلم الشعبية ختاماً لحلقتنا هذه. جنده حرام
العدوان. يا نجد طاب منك بالحظ السعيد. يا نجد طاب منك كلمة التوحيد يرضى.